طيب، صباح الخير للجميع. شكرا لحضوركم معنا هذا الصباح لنتقاسم معكم تقييمنا لحالة حقوق الإنسان لسنة 2022 التي عنوانها الأساسي أن حالة حقوق الإنسان بالمغرب تأثرت بشكل كبير بسياقين. أولا الدولي تأثر على الوطني، وكذلك ما أفرزه الجانب الوطني وحدة تأثيرات هذه التغيرات على حقوق الإنسان. يرصد التقرير بطبيعة الحال أهم الخصائص والمعطيات التي تتميزت بشكل يعني كبير جدا بطابع مركب وعابر للحدود، ليس فقط على المستوى الوطني، وهو اللي فرض علينا نقولوا تحديات غير مسبوقة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، خاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. طبيعة الحال تشرفت برفع التقرير السنوي لجلالة الملك، وكذلك قدمته لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس البرلمان، إلى جانب أنه كذلك سينشر بالجريدة الرسمية وعلى موقع المجلس الوطني حقوق الإنسان. ونعتبر كذلك هذه اللحظة اقتسام لهذا التقرير مع الرأي العام انطلاقا من وجودكم وتواجدكم ومتابعتكم ومرافقتكم لنا. عنوان هذا التقرير السنوي الرابع في هذه الولاية الحالية للمجلس عنوناه بإعادة ترتيب أولويات لتعزيز فعالية الحقوق. لماذا عنونا هذا التقرير بهذا العنوان؟ أولا هناك بطبيعة الحال هناك مسار للمملكة المغربية في الانخراط الطوعي لحقوق الإنسان. نحن منذ يومين احتفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالذكرى 23 لإحداثه منذ سنة 1990. إذن هذا مسار متواصل لهذه المنظومة والانخراط المغاربة والمملكة المغربية في هذا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، في انكبابنا على قضايانا القديمة والجديدة والناشئة والمركبة والعابرة كذلك للحدود. إذن هذا مسار نسجله اليوم في هذا التقرير السنوي الذي غطى 21 حقا موضوعاتيا وخمس حقوق فئوية إلى جانب الحقوق النساء والفتيات. التقرير السنوي في 300 صفحة كتب وتم صياغته وبشكل دقيق جدا من حيث تدقيق المعطيات، من حيث كذلك نقول الإشكاليات التي علينا إثارتها وبسطها أمام الرأي العام. ما هي العناصر التي نقول طبعت هذا التقرير؟ أولا الأثار ديال الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. بطبيعة الحال هناك أربع إشكاليات مهمة جدا سجلناها ما بعد الجائحة، هي إشكالية ديال الولوج إلى الصحة، ديال التعليم، ديال الشغل والحماية الاجتماعية. هذه قضايا كانت لها أولوية فيما يخص الحاجة ديال المواطنين. ثاني حاجة هي التداعيات الجيواقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية، إلى جانب قضايا أخرى فيما يخص تأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين، وأهم ارتفاع الأثمان والتضخم كذلك، وارتفاع نسبة النقلو ديال البطالة في المغرب بشكل كبير بدأت منذ 2022 واستمرت خلال هذه الشهور من سنة 2023. ثالثا هناك تسارع ديال التغيرات المناخية، واللي شفناه في 2022 بالأساس في الإجهاد المائي وتدبير الندرة. بطبيعة الحال هذه إشكاليات بالنسبة لنا وجودية في مجال قضايا وجودية في قضايا في مجال حقوق الإنسان. رابعا تحديات استعمال التكنولوجيا الرقمية وممارسة الحريات. طبعا الحال في هذا الموضوع سجلنا أولا بأن في الواقع هناك امتداد واتساع للحريات العامة، هناك أكثر من 12 ألف حوالي
12,000 تظاهرة ومسيرة تم سجلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودققنا المعلومة مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص. فإذا هذا اتساع كبير بالنسبة فيما يخص التعبيرات العمومية للفاعلين وللمواطنين. ثاني حاجة كذلك في هذا الواقع الفضاء الواقعي، هناك اليوم سجلنا أكثر خلال سنة 22 أكثر من 259 ألف جمعية غير حكومية تتوزع فوق على التراب الوطني وتشتغل في كل القضايا، أحيانا في قضايا دقيقة جدا، وبالتالي هذه الدينامية عندها واحد الوضع كبير جدا إيجابي من حيث مسار انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. طبيعة الحال هذا لا ينفي بأن هناك كذلك المجال الرقمي أو الفضاء الرقمي تعرفت نقول تحسنا كبيرا من حيث أولا الولوج إلى الانترنت، ولكن كذلك في استعمال المغاربة للشبكات التواصل الاجتماعي لتعبيراتهم آرائهم الشخصية الفردية في مواضع محددة وفي مواضع تثير أحيانا إشكالات، ولكن كذلك هذه الشبكات تتعبأ في قضايا ذات أهمية جدا عند صبغة مجتمعية كقضايا الاغتصاب الأطفال أو لا زواج القاصرات أو لا العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي ضد الأطفال. فإذا هذه الشبكات وهذا الفضاء الرقمي عنده أهمية بشكل كبير بالنسبة لنا في متابعتنا في رصدنا لهذا الوضع الحقوقي وتطوره من مجال الفضاء الواقعي إلى الفضاء الرقمي. طبعا الحال في هذا نقولوا العناصر أو الوضعية الراهنة، طبعا الحال هناك كذلك قضايا سجلناها بشكل كبير جدا، هي خلال 2022 تم سجل المجلس وتابع بشكل دقيق جدا التداول العمومي في قضايا جديدة جدا بما فيها الفضاء الرقمي وحرية التعبير، لكن كذلك في قضايا العنف والمساواة، وهي القضايا التي واكبناها بشكل كبير سواء على المستوى الواقعي أو الافتراضي، وكان بذلك الإعلام لجلالة الملك في مراجعة مدونة الأسرة. بطبيعة الحال سيكون للمجلس رأي في هذا الموضوع خلال الشهور المقبلة. إذن بطبيعة الحال عندنا التقرير في 7 أو 9 محاور، وكما قلت بدج معنا الحقوق كاملة 27 حقا موضوعاتيا. طبعا الحال التقرير كذلك أدمج تقارير الآليات الوطنية طبقا لقانونه المنظم، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الآلية الوطنية لانتصاف الأطفال انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا الحال هناك توصيات من بينها توصيات خاصة بالحقوق الموضوعاتية وأخرى مهيكلة، 249 توصية موضوعاتية و41 توصية مهيكلة جمعنا بما فيها التوصيات ديال الآليات الوطنية. ما هي أبرز الخلاصات التي أود أن أقتسمها معكم هذا الصباح؟ أولا تزايد عدد الشكايات والطلبات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كل سنة يتزايد هذه الولوج واللجوء إلى المجلس للتشكي من طرف المواطنين والمواطنات. وصلنا إلى الشكايات التي تم معالجتها 3285 شكاية بما فيها الشكايات التي تواصلت بها اللجنة الجهوية والآليات الوطنية. إذن هذه الشكايات كانت موضوع معالجة، كانت موضوع مراجعة، وكانت موضوع كذلك الموضوع ديال المتابعة. طبعا الحل هناك كذلك استمرار بالنسبة لنا، وهذا مؤسف بشكل كبير، هو استمرار إصدار عقوبات بالإعدام. طبعا الحل رغم أننا سجلنا سابقا وترافعنا بأن هذا الحكم بالإعدام
هو مس جوهري وأصيل بالحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية، وبأنه لا يساير ولا يطبق ولا يفعل الفصل 20 من الدستور. طبيعة الحال اليوم لدينا 82 شخصا محكوما بالإعدام. هناك نقول تفصيل في 83 حالة خلال سيتم توزيع الكلمة بخصوصها، لكن أهم الأشياء وأنه بقدر ما هناك كذلك الصدور بالأحكام، هناك كذلك عفو ملكي سامي لعدد من المحكومين بالإعدام. كانت سجلنا ما بين سنة 2000 إلى 2022 213 معتقلا أو محكوما بالإعدام تم العفو عليه من طرف جلالة الملك. طبعا الحال أهم الأشياء كذلك خلال سنة 2022 هو أنه إصدار هو تفاعل النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان مع حالات الانتهاكات حقوق الإنسان. فتم أولا تم فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية بخصوص نقول مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية. كذلك هناك إحالة متورطين في عدد من الادعاءات ديال المعاملة القاسية والمهينة على القضاء. طبيعة الحال قمنا في هذه الحالات كذلك بالمجلس في خلال من شكاياته قام بإجراء تحقيقات في عدد من الحالات، منها ما تم إحالتها على النيابة العامة، والقانون ديال المجلس يعطينا هذا الاختصاص. وبطبيعة الحال كانت هناك متابعة قضائية، وهناك كذلك ما هناك حالات ما تم فيها الإجراءات الإدارية من طرف المسؤولين على مراكز الحرمان من الحرية. وهناك كذلك خاصة كذلك سجلنا من خلال إجراءات التحريات التي قمنا بها بالمجلس وبلجنه الجهوية أن هناك عددا من الطلبات لا تتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو المهينة، لكن بطلبات من أجل التمتع بحقوق أخرى. وبالتالي كذلك تفاعل المجلس والمجلس الوطني مع المسؤولين على هذه المراكز خاصة بالمؤسسات السجنية لنقل إيجاد حلول بهذا الموضوع. طبعا الحال هناك لا زالت هناك تحديات لتفعيل نقول حقوق الفئات الهشة خاصة الأشخاص المسنين. كما قلت بأن هناك اتساع ديال الممارسة ديال الحق ديال التظاهر وديال الجمعيات، لن أعود إليها بتفصيل كما ذكرتها سابقا. هناك كذلك أهم الأشياء التي سجلناها خلال هذه السنة متابعة أشخاص وإدانة بعض الفئات بعقوبات سالبة من الحرية بسبب نشر مضامين على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. أكدنا بهذا الخصوص خلال الرأي التي قدمنا به إلى الحكومة بخصوص المشروع ديال الصحافة والنشر على ضرورة اعتماد ليس قانون الصحافة والنشر، ولكن على أساس اعتماد قانون ديال التداول قانون حرية تداول المعلومات. قدمنا هذه التوصية لأنه بالنسبة لنا نعتبره هذا القانون بهذا الشكل مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير كما قلت، والتي تتسع بالفضاء الرقمي. طبيعة الحال كنعتبر بأن هذا القانون سيكون دعامة للصحافة، وبأنه تداول المعلومات هي كذلك ديال من طرف نقولوا الفضاء او الفاعلين في الفضاء الرقمي كيكون عندهم دور فيما يخص المشاركه الديمقراطيه والمشاركه في الشان العام وكذلك الاخبار او التعبير. طبيعه الحال بخصوص رغم ان هناك توسع ديال العدد ديال الجمعيات الى حدود سجلنا 22259 الف جمعيه، الا انه كنعتبر بان هناك بعض الاشكاليات لا زالت في بعض المناطق من حيث نقولوا المرتبطة بالأساس بإشكال إداري. إشكال إداري مثلا عندنا ممارسات من بعض الموظفين الإداريين انطلاقا من التحريات التي قمنا بها بخصوص العراقيل، أولا في تأسيس الجمعيات، تجديد الهياكل ديالها، استغلال القاعات العمومية،
وكذلك نقولوا الدعم المالي لعدد من الجمعيات عند أهميتها في هذا الموضوع. طبيعة الحال يمكن نقول بأنه الآن رغم أن هذه التحديات إلا أن الجمعيات كذلك تعتمد على المبدأ ديال التصريح وليس الترخيص، وهذا ما جعل هذا الفضاء أو هذا الحق ديال تأسيس الجمعيات يتسع بهذا الحجم، وبالتالي يؤكد على هذه الدينامية، وبالتالي هذه الإشكالات الإدارية طرحناها مع المسؤولين على السلطات العمومية المعنية. نقول في سنة 2022 سجلنا إشكاليتين جديدتين من حيث الشكايات والطلبات التي ترد على المجلس. أولهما الشكايات المتعلقة بالمقاولات وحقوق الإنسان أو الأعمال التجارية، ما تسمى بالأمم المتحدة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي شكايات جديدة بدأت تلج إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتم التعامل معها، وفيها من قمنا بتحقيق على الأرض الواقع في التماسنا لمعرفة بعض التفاصيل على مستوى الواقع ما بين المقاولة والسلطات والجمعيات الغير حكومية. فإذا هذا موضوع جديد بدأنا كذلك نشتغل عليه انطلاقا من الشكايات التي توصلنا بها. ثاني موضوع والموضوع ديال علاقة المواطنين بنظام العدالة، حيث أن هناك عدد من الشكايات وتتزايد هذه الشكايات ديال اللجوء إلى المجلس الوطني باعتباره آلية انتصاف غير قضائية لتقديم الشكايات بخصوص إما المسطرة ديال العدالة وإما عدم تنفيذ القرارات أو الأحكام القضائية إلى غير ذلك من الإشكاليات. وبالتالي نعتبر بأن هذا الوجوء الذي يتزايد هو كذلك نقول موضوع يثيرنا من حيث المطالبة بالاستعجالية ديال المتابعة ديال الإصلاح لقضاء عادل ونزيه وفعال للتجاوب مع قضايا المواطنين. طبيعة الحال تواصل تزويج الطفلات والعنف بما فيها العنف الجنسي والعنف ضد النساء، وكنا قد قدمنا تقريرا خلال بداية هذه السنة انطلاقا من متابعتنا لسنة 22 لعدد من الإشكالات بما فيها أولا التنازل على الشكايات ديال العنف، كذلك تكييف ديال عدد من حالات العنف الجنسي أو العنف الجسدي إلى جنح، كذلك نقول العدد القليل الذي يصل إلى القضاء بمقارنة مع عدد الشكايات التي يتم وضعها سواء لدى النيابة العامة أو لدى الشرطة أو لدى الدرك الملكي. طبيعة الحال كذلك كما تابعتم خلال سنة 22 استمرنا في تعبئة الموارد المالية، وهذا لابد هنا من نقول تسجيل بشكل إيجابي التفاعل ديال الحكومة المغربية لتقديم موارد مالية ضرورية لنقول تفعيل عدد من التوصيات بما فيها جبر الضرر وتنفيذ المقررات التحكيمية، إلى جانب كذلك الموارد المالية الخاصة بحفظ الذاكرة لعدد من المواقع اللي هي أوصت بها هيئة الإنصاف المصالحة. طبعا الحال كما قلت هناك إجهاد، كذلك سجلنا الحالة دي الإجهاد المائي. طبعا الحال نقول بأنه خلال هذه السنة كذلك سنتقدم في اليوم الوطني لحقوق الطفل يوم 25 ماي بنسخة للأطفال حول تقريرنا السنوي سنة 25 يوم 25 ماي اليوم الوطني لحقوق الطفل، سنقدم هذا التقرير السنوي حول حقوق الإنسان للأطفال، بحكم أنه أطلقنا خلال هذه السنة كذلك المشاورات لإعمال مبدأ المشاركة ولمؤسستها من طرف الحكومة. سنتمنى أن تكون هذه التجربة الأولى في هذه المنطقة ناجحة لفعلا لإشراك الأطفال في عدد من القضايا وفي القضايا ديال الشأن العام. كذلك على المستوى الدولي قدمنا تقاريرنا أربع تقارير
عملنا تدخلات، تسع تدخلات بمجلس حقوق الإنسان، عملنا كذلك مشاورات مع اللجنة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز للمرأة، حضرنا خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي كان في نهاية السنة. هذه التقارير ديال سواء الاستعراض الدولي الشامل أو ديال اللجنة، هناك 306 توصية من طرف الاستعراض الدولي الشامل، تتقاسم أغلبها بما فيها 51 توصية ديال اللجنة الدولية لمناهضة التمييز ضد النساء، كلها تتقاسم في عدد كبير منها مع توصيات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. طبعا الحال في هذا الموضوع لابد أن أقول بأنه نقولوا طورنا مجال تدخلاتنا ومسؤوليتنا على المستوى الدولي. اليوم عندنا تسع مسؤوليات على المستوى الدولي بما فيها النيابة الرئاسة ديال التحالف الدولي لمؤسسات الوطنية ورئاسة عدد من المجموعات ذات الأهمية كالهجرة واللاجئين، وكذلك المقاولات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى غيرها كذلك من المواضيع ذات الأهمية على المستوى ديال منظومة الأمم المتحدة. طبعا الحال أود أن أختم بأنه كخلاصة رئيسية لهذه السنة، نسجل فعلا التفاعل الإيجابي لمكونات النظام الوطني لحماية الحقوق الإنسان في تعاطيه مع الحالات التي نقدمها أو في الحالات التي تثار على المستوى ما من طرف الصحافة ومن طرف الرأي العام. نسجل كذلك أن هذا النظام الوطني لا زال تعتريه كذلك نقول اختلالات تدبيرية لعدد من الحالات. مثلا لازلنا نثير الانتباه إلى أنه مثلا هناك معضلة الاكتضاض ديال المؤسسات السجنية، حوالي 100,000 معتقل المؤسسات السجنية، مما يعيق التمتع بالحقوق الأخرى ومما يفسر الشكايات التي نتوصل بها من طرف المعتقلين من المؤسسات السجنية. بالتالي أظن بأنه تدبير النظام الوطني لهذا الاكتضاض عنده أهميته بشكل كبير لفعلا أن تكون الحقوق ويكون التمتع ديال الحقوق التي هي معروفة وفيها فيها مجهودات لكن ليس لها الأثر الواقعي لهؤلاء. كذلك عملنا الممارسات كذلك النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان فيما يخص تأسيس الجمعيات، أثرت عددا من الإشكاليات التي سجلناها. نعتبر بأن النظام الوطني عليه أن يجتهد في تدبيره لهذه الاختلالات أو للتدبيرات الإدارية للجمعيات ولتأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها. طبعا الحال أهم الأشياء كذلك من اختصاصنا نواكب الدينامية ديال تداول الرأي العام على قضايا مجتمعية ذات أهمية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو لا الافتراضي. هذا النقاش بالنسبة لنا في المجلس ونشتغل على أساسه يعكس التحولات المجتمعية أو لا التحولات الثقافية التي يعيشها المجتمع المغربي، تحولات ذات أهمية دقيقة جدا، وهذا فيما يخص نقول التعبئة ديال المجتمع في قضايا محددة تكون مرتبطة بالعنف الجنسي، بالعنف الجسدي، بالاغتصاب، بالحريات الفردية إلى غير ذلك. فإذا هذه قضايا أصبحت اليوم عند أهميتها وعند رهينيتها وعند تواترها من حيث تعبئة المجتمع. إذا المجتمع يعرف هذه التحولات الثقافية المهمة جدا. بالنسبة لنا نعتبر بأن القوانين التي سيتم مناقشتها في البرلمان نتمنى أن تكون قريبا جدا، قانون ديال القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، القانون ديال المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، أن تكون هذه القوانين هي قوانين ديال الحريات والحقوق، هي القوانين ديال المساواة وعدم التمييز. إذا هذه القوانين نعتبرها تجيب على هذه التحولات الثقافية، تفيدنا من حيث نقول تجاوز الفجوة
ما بين تدبير الحقوق والحريات وما بين ما يعيشه المجتمع المغربي. طبيعة الحال نحن متفائلين جدا في هذا الموضوع، لأن خلال تعبئتنا وتعبئة المجتمع لحالة الطفلة تفلت، كان صدى لصوت المجتمع داخل محكمة الاستئناف بالرباط. نتمنى أن يكون لصوت هذه التحولات صدى بالبرلمان المغربي خلال مناقشته لهذه القوانين الجوهرية. شكرا لك. بطبيعة الحال نحن نشتغل بشكل يعني عن انسجام في أدواتنا، عن انسجام في تدخلاتنا في كل مناطق المغرب. ليس هناك منطقة تعيش وضعا نقول مميزا بالمقارنة مع أوضاع أخرى بالمناطق. تابعنا بطبيعة الحال هناك كذلك توسيع نقول تأسيس الجمعيات بهذه المنطقة، حوالي يمكن نقول بأن أكثر من 20,000 جمعية تشتغل بهذه المنطقة في قضايا متعددة. مثلا هناك جمعية وهناك جمعيات قمنا بكذلك دعمها، عشرات ديال الجمعيات قمنا بدعمها للقيام بمهامها، جمعيات في التراث الحساني، جمعيات في النساء، جمعيات في الإعاقة، جمعيات في الأدب، جمعيات في الموسيقى، جمعيات في النهوض، النهوض بالحقوق السياسية والمدنية بما فيها حقوق حق التعبير إلى غير ذلك من الحقوق. فهي بالنسبة لنا نفس المنطق، ليس لنا نقول مسطرة خاصة لمتابعة هذا الموضوع. طبيعة الحال هناك كذلك عمل ديال المجلس بخصوص هذه المنطقة في تفاعلنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقرير دوري لما يجري من دينامية ديال مدنية وسياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وبيئية في هذا في هذه المنطقة. نقدم هذا التقرير، نحن على مشارف تقديم التقرير ديالنا الدوري خلال الشهر المقبل أظن، الشهر المقبل سنقدم تقريرنا الدوري بهذه الدينامية بهذا الخصوص. تقريرنا اليوم لا ينحصر فقط فيما يقوم به المجلس، لكن كذلك ما يقوم به المجلس وما يقوم به خاصة المجتمع المدني في ديناميته الحقوقية والمتوسعة الأكثر. فإذا نحن بهذا الصدد. طبيعة الحال هناك بطبيعة الحال سنة 22 كان هناك تدخل ديال المجلس لطبقا لاختصاصاته، وبأن كل المواطنين هم تحت الحماية ديال حقوق الإنسان ديال الدولة المغربية. قمنا بمثلا متابعة حالة السيدة سلطانة خيف في ذلك الوقت، أظن اليوم هي حرة تتنقل بشكل كبير. فإذا هذه المواضيع لا تمثل بالنسبة لنا استثناء، تمثلنا تواصلا ومنهجية واحدة في تفاعلنا مع القضايا. حتى بالنسبة مثلا نقول بأنه أكبر عدد من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قامت خلال سنة 2022 بزيارة لعدد من مراكز الحرمان من الحرية التابع لإدارة ديال الأمن الوطني وإدارة الجمارك ديال الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات السجنية و نقولوا مراكز الأطفال. فبالتالي حتى الآلية الوطنية تقوم بهذه المهام، تعود هذه الآلية من هناك كما هو من عودتها من مراكز أخرى، تقدم التقارير نتقاسمها مع المسؤولين على مراكز الحرمان من الحرية، نتفاعل في توصياتها، نعود مرة أخرى. خلال سنة 22 تمت هناك زيارة ديال المتابعة لعدد من مراكز الحرمان من الحرية ونسجل مدى تفعيل التوصيات. قلنا وهي مسجلة بالتقرير السنوي بأن هناك ما بين 90 و95 من التوصيات ديال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتم تنفيذها وتفعيلها من طرفي، خاصة من طرفي الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني. وأظن بأن هذا التفاعل عنده أهميته بالنسبة لنا بشكل كبير، والاتفاقية التي وقعناها سنة في شتنبر 2022 مع الإدارة العامة للوطني لا زالت سارية، ستجدون تفاصيلها في التقرير من حيث دعم قدرات
ديال الناس ديال المسؤولين على المراكز الحرمان من الحرية بما فيهم المسؤولين على الغرف الأمنية. طبيعة الحال هناك كذلك مستويات متعددة في هذا في هذه الاتفاقية تنطلق من الرتب المتعددة لإدارة الأمن الوطني، وأظن بأنه سنعود إليها في التقرير المقبل لسنة 2023 المنشور الذي تم السيركولار والمنشور الدورية ديال الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص أولا إعادة النظر في نقولوا الفضاء ديال مراكز الحرمان والحرية لتكون لتستجيب إلى نقولوا الشروط الدنيا لكرامة المحرومين من الحرية، لكن كذلك المساطر الضرورية لاحترام حقوقي وحريات المحرومين من الحرية. بالنسبة لنا هذا الدورية عند أهميته بشكل كبير، وكانت أظن أحد نقولوا أحد النتائج العلنية العمومية والضرورية في تفعيل هذه الشراكة ما بين المجلس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.